أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. بصراحة آسفين كثير أصدقائي، هذا اللينك جديد، يعني صار معنا مشكلة باللينكات فاضطريت أمحي اللينك وأساوي لينك جديد. على كل، خلونا نرحب بضيفنا الكريم. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا عن آيات إرهابية مع مفسر القرآن أبا الحكم ابن كثير. خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أبا الحكم. أهلا بك جان، ومتأسفين تأخرنا على الجمهور الكريم. رحب بهم كلهم. أهلا وسهلا فيك أبا الحكم، أهلا وسهلا. ويظهر أبا الحكم عندك النت خفيف شوي، نتمنى ما يعذبنا بصراحة. يعني على كل يعني نتمنى ما يعذبنا. و راح أعلي صوتي. لا، مو المسألة، مو مسألة تعليق الصوت، صوتك جيد ولكن هو كان عم بيقطش شوي، بس أتمنى يكون هو من النت، أظن من سحب النت عندك، يكون شوي خفان الصاير فيه. على كل أصدقائي، هلا دخلوا بعض الأصدقاء معنا، أنا أعتذر إنه هذا اللينك جديد. طبعا أنا سويت، كان اللينك القديم ما مشي الحال، صار فيه مشاكل، فسوينا لينك جديد. وانا بتمنى من اصدقائي الموجودين المتواجدين حاليا انه اذا بتقدروا توزعوا اللينك على الفيسبوكات تبعاتكم حتى نعوض الخساره اللي مرقت. يعني انا وزعت على الجروبات اللينك القديم واضطريت اسوي لينك جديد، وما كان معنا وقت اوزع اللينك الجديد على كل الجروبات، فبتمنى من اصدقائنا يساعدونا، وشكرا لكم مقدما. أبو الحكم، نحن ده هاي الحلقة الثانية طبعا من آيات إرهابية، فيا ريت ندخل بصلب الموضوع مباشرة من القرآن الكريم هذا، لنشوف الآيات الإرهابية اللي أرهبت الناس، وشفنا مؤخرا شو ساووا بناهض يعني من وراء هالآيات الإرهابية. يتفضل حبيبي. باسم جلدة الحنفية العظيم، نبدأ تفسيرنا لهذا اليوم. طبعا اللي احنا الفترة الحلقة اللي فاتت حكينا عن ندخل بالآيات، الوقت ما أسعنا والناس صارت اتصالات فما قدرنا نبدي بالآيات، فاليوم راح نبدي بالآيات. في صلب الموضوع راح ندخل، طبعا الآيات الإرهابية كثيرة جدا بالقرآن، فإحنا ابتدينا اليوم راح نبدي بآيتين من سورة التوبة، الآية رقم 5 والآية رقم 29. راح نبدي بالآية 5 اللي تقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هاي طبعا الآية رقم 5، يعني الكلام حتى لو ما يتفسر هو مفسر نفسه، يعني إنه يعني ما ترحمون أحد. يعني راح نقرأ تفسير ابن كثير كالمعتاد، شي يقول عن هذه الآية: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية قالها أبو جعفر الباقر، ولكن قال ابن جرير آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إن المراد به أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتوهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم
ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد هذه السورة الكريمة، وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا، وقوله واحصروهم مقعد لهم كل مرصد. يعني هنا يقول لك ما عجبك قتلة يعجبك أسرة، مثل ما يعني ما لا أكو حقوق إنسان ولا يعني بطيخ، يعني قتلة تتأسرة براحتك يعني. وشئتم وقولي واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، إلا لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم، يعني المكان اللي هم موجودين به تروح تحاصرهم، يعني مو منطقتك. يعني هنا نجي على جهاد الطلب اللي حكينا عنه، في معاقلهم وحصونهم بل رصدوا في طرقهم ومسالكهم حتى تضيق عليهم الواسع وتضطرهم إلى القتل أو الإسلام. كلام واضح، يعني لو يصير مسلم لو قتله، ويجي بعدين الجزية نشوف يعني الجزية على أساس مرحلة قبل القتل أو الإسلام. بهذا قال فإن تابوا وقاموا صلاة وآتوا زكاة، يعني هذا الشرط، فإن تابوا وقاموا صلاة وآتوا زكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويا رحيم كلش رحيم بين، يعني ايه يقول اذا يعني تابوا هاي شرط واحد، وصلوا وانطوا الزكاة اتركوهم. ولهذا اعتمد الصديق لعنة الله عليه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وامثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الافعال وهي الدخول في الاسلام. يعني الشرط واضح جدا انه اذا لو يدخل الاسلام لو يدفع الجزية، يعني والقيام بإداء راح نقراها بعدين، والقيام بإداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، يعني حق الله تفرضها بالقوة. يعني هاي حلوة، هاي حكينا مرة قلنا الله يحتاج لبنزين حتى يستمر بالإلوهية مالته، يعني بنزين من البشر، بنزين البشر هو الصلاة، يعني كلام فارغ. المهم هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعدي إلى الفقراء والمحاوين. شوف يعني هي يعني يا زكاة منو جاي ينطي زكاة من جماعتكم بس قولي والله، التي هي نفع متعدي إلى الفقراء والمحاوين، وهي أشرف الأفعال متعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثير ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث. يعني الكلام واضح، يعني الأمر جاي أنه يقاتلهم إلى أن يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طبعا هم عندهم الزكاة أهم من الصلاة، أنا متأكد، لأن الدليل على شيء صاروا بعدين حتى المشركين صاروا يطلبون منهم شو اسمه الزكاة، قصدي الجزية. يعني الجزية هي المفروض ينفرض على الكتاب، بس هم ما اتفقوا بهالشيء، حتى المشرك خلوه يصلي للنار يصلي للجسم، المهم ياخذ من عنده فلوس، يعني المهم يملي جيبه يعني. وقال ابو اسحاق عن عبد الله بن مسعود قال امرتم باقام الصلاه وايتاء الزكاه ومن لم يزكي فلا صلاه له. وقال عبد الرحمن بن زيد اسلم ابى الله ان يقبل الصلاه الا بالزكاه. سمعت يعني بالصدفة حجة الحج، بس هنا يأيد الكلام، يعني ماكو صلاة من غير زكاة، يعني
إلا بزكاة. وقال يرحم الله أبو بكر ما كان أفقهه. وقال إمام أحمد حدثنا عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من عفى الباقي، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن جلدة الحنفية رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلم عليهم ما عليهم. يعني يا لو المسلم استقبلوا قبلتنا و يعني شنو تشتري منهم انتم تريدون قصده ابو الحكم عفوا او ابن كثير، يعني قصده لازم يصير مسلم خلاص يعني ما طبعا لا لعلمك جان حتى لما يصيرون مسلمين هم من يفرض عليهم جزيه. هو يعني عمر بن العاص فطن البعض المسيحيين قال لك خلي ما عنده فلوس خطيه يدفع، قال اضطر اصير مسلم، حتى لما صار مسلم فرض عليه الجزيه. بالضبط قال لك تدفع يعني تدفع. بالضبط يعني هن الفكره الاساسيه هي عصابه بدها مصاري. يعني مثل محمد لما بدا اول غزواته تل 20% لله ورسوله، الخمس لله ورسوله لا واحلى شيء يعني حتى شيلك من الجزيه، حتى الزكاه يعني كانت تصرف في طرق يعني مثل ما يقول كيفية. يعني مثلا إذا الرئيس عجبه ينطف يوزع آلاف على شخص، يوزع على أقاربه مثل ما كان يسوي عثمان بن عفان، والخمس يجي لل الحمادة، حمادة كان يأخذ الخمس. حمودي هذا يعني محمد حمودي هذا فيلم أو صراحة فيلم هو كان يأخذ الخمس والنفسه. يعني هاي بالله هسه رئيس دوله اذا يجي ياخذ خمس من شو تسميه انت خوشيع عندهم يعني من كل شيء ياخذون الخمس. الصور الخمس على ما اعرف عندهم شيء اسمه الخمس من فلوسك الخمس تبقي الشيعة عندهم هالشيء. المهم الشيعة السنه يعتبرون كفره بس الزكاه مو قانون، يعني هو ياخذه يصرفها مثل ما يعجبه يعني الحاكم صحيح. ويأخذ الخمس من عنده. طبط على ذكر الشيعة في يعني هو الأسئلة للأخير بس هذا داخل وحامي علينا اسمه مؤيد الموسوي عم بسأل سؤال المتحدث، لماذا التركيز على الإسلام إذا كنت ملحدا لا تتطرق لما لا تتطرق إلى المسيحية واليهودية؟ وهي تأييد لكلام الأخ محمد الرفاعي إنه أنا ما بعرف اللغة العربية. هذا وين كان محمد الرفاعي أظن قال أنت جان ما بتعرف اللغة العربية. على كل إن أنا بتتطرق بصراحة أنا ما بعرف اللغة العربية جيدا وما بتهمني اللغة العربية طبعا الأخ موسوي شكرا على سؤالك، وسؤالك طرحوه كثير من أصدقائك المسلمين وتبر يعني يكونوا. نحن تطرقنا للمسيحية ولليهودية وعنا سلسلة كاملة هلا عم نعملها مع الأخ جورج، بس التركيز الأساسي على الإسلام. نحن ثقافتنا إسلامية وما بنعرف غير بالإسلام يعني وما جرحنا غير الإسلام، ما خربيتنا غير الإسلام، لذلك نحن حاطين الإسلام براسنا. افهموها بقى. تفضل أخي ابن كثير وأنا آسف للمقاطعة. لا عادي بس ردنا نعيد على المسلمين هسه هاد كلام هواي يتكرر. طبعا احنا دائما نلعن سلف المسلمين والمسيحيين واليهود، ما عندنا فرق، كل الأديان نفس الشيء، أديان كلها خرافة وكلها من البشر جاي. احنا ليش نركز على الدين الإسلام؟ لأنه احنا من خلفية إسلامية وعدنا معلومات عن الدين الإسلامي. احنا ما داخلين بالدين المسيحي واليهودي حتى نعرف شنو أحكامهم. والدليل على هالشيء الأخ جان الأخ سال يجيب ناس مسيحيين ويجيب ناس مسلمين، يهود ماكو طبعا ما موجودين وين نلقيهم، فنجيب الناس اللي متخصصين. يعني عقبان يروح احكي على الدين المسيحي موجود واحد مسيحي هو عنده خبرة اكثر من يقاري الانجيل ويعرف العادات والتقاليد، يدري شلون الصلوات، يدري
كل شيء يعرف عن المعلومات عن دين المسيحي. هو يدلي بدلوة الملحد من خلفية مسيحية يحكي عن المسيحية، وإحنا من خلفية إسلامية نحكي عن الإسلام. وبعدين أنت شي ضرك يعني؟ وكل إحنا عدنا كل الأديان نفس الشيء يعني، الكلام ما بأي معنى يعني. إحنا تركيزنا على الإسلام، إحنا من خلفية إسلامية، وأهم نقطة إنه الإسلام هو الدين الإرهابي الحقيقي الموجود في الساحة الآن. يعني الأديان الأخرى كافية خيرها شرها يعني، سواء كان الدين اليهودي بس الصراع مع الفلسطينيين يعني ما عندهم غير شيء يعني. شفتهم راحوا اجتاحوا دولة لو باسم اليهودية، راحوا احتلوا دول، لا هم بس عندهم اللي بكتابهم اللي موجود مركزين على فلسطين. ولا مسيحيين من زمان تاركين الحروب الصليبية، وما عدم لا واحد يفجر نفسه ولا باليهودية ولا بالمسيحية، ولا عدم أذية على العالم. الأذية الحقيقية من عندنا إحنا اللي من خلفية إسلامية، والمسلمين بصورة عامة. الشخص تلقيه إنسان متواضع وطبيعي، خلال 3 أسابيع حولوه إلى داعشي، هذا اللي سحق الناس بفرنسا. خلال 3 أسابيع تحول إلى داعشي. يعني المسلم قنبلة موقوتة، ماكو واحد معتدل. حتى المعتدل بكل لحظة ممكن يتغير ويتحول إلى إرهابي يعني. فعل أخي أبو الحكم يعني، لعنات الله على المسلمين يا أخويا، هم الخرب البلاد. تفضل. صراحة أنا لسه على نشوة الضحك من امبارح مع أخي رياض. أنا يعني منتشي من حلقة امبارح بصراحة يعني لحد هالساعة. تفضل أخي. الله سنك يا جان. ضحك جان حتى بدت نواجذه. تعرف على من يقولوا؟ والله حتى فشلوا حناه حنكاه يعني. لا ما فشلوا. لما يضحك ضحك حتى بدت نواجذه. صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى يعني تقريبا راح نخلص الآية 5. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا حكام بن سلمة حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء. وهذه الآية لا كريمة، هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم أنها نسخت كل عهد بين النبي صلعومي وبين أحد المشركين، وكل عقد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ سمعته، ما بقى لا عهد ولا أي شيء من المشركين ولا ذمة منذ نزلت براءة. يعني شو اسمها هي هاي اللي جاي نحكي عنها، يعني الآيات اللي نسخت آيات شو اسمها المكية اللي تدعو للمسامحة والموادعة، وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الأول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان سمي لهم من العقد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن قال علي بن أبي طالب بعث النبي صلعم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، هكذا رواه مختصر. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقول تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله. سنجي عليه بالتفصيل. بعدين يقول والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين تكمل وأغلظ عليهم. المهم
الآية، والرابع قتال الباغين في قوله وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، يعني حتى المسلمين ما خلصانين. يعني أنت شلون تقرر يا هو الصح ويا هو الغلط؟ زين لما تحاربوا حرب الجمل شو اسمه جماعة معاوية و جماعة عيوش وعلي أظن، لا معايشة هي حرب الجمل كان بتخطيط من معاوية، يعني هي صارت بطرف معاوية، يعني صارت بين علي وجماعة معاوية، وبعدين حكموا على أساس بالقرآن، شالوا القرآن على الرماح حتى يحكمون به. يعني يعني هنا بيش حالة منو اللي بيهم راح تساند؟ منو تساند؟ علي لو معاوية؟ اثنين هم شو اسمه من أصحاب رسول الله، هذا كاتب ماله وابن أبو سفيان، وهذا ابن عمه لمحمد، يا بيهم راح يكون هو الحق والثاني باطل؟ ولما تقاتلوا منو اللي بيهم دخل جهنم ومنو دخل الجنة؟ يعني شوية فكروا يا مسلمين، يعني حتى بيناتكم واحد ما كل الثاني. يعني بالصدق انا اظن كلهم غرقوا في بحار جلدة الحنفية، يعني انا متأكد جلدة الحنفية اغرقتهم كلياتهم. وهذا الكلام جان قبل ما تظهر الشيعة والسنة، يعني صحيحة طبعا اكيد، ومن هون اصلا من هون كانت الفتنة الاولى، يعني الفتنة الكبرى لما بلشوا الخوارج وبلشوا الدواخل وبلشوا البطيخين، وحتى صار الشيعة والسنة وبلشت الفرق. يعني بموت رئيس العصابة بدأت الفرق، يعني من أول من سقيفة بني ساعدة وسقيفة ما بعرف شو بني ساعدة أظن اسم السقيفة، يعني من هون بلش الخلاف الأساسي، ومن هون بلش التناحر والقتل بين المسلمين لحتى الساعة هاي شايفينها نحن، اللي خربت أوطاننا للأسف الشديد. اي صح، هو الخلاف اصلا وراء وفاة محمد، يعني وقت محمد كان بعض هم سووا عليهم حروب ما دفعوا الجزية وغيروا رأيهم، يعني معروفين هاي. بس الحقيقي بل عفوا بلش من وقت شو اسمه من وقت ابو بكر، يعني الحروب والمشاكل هو وعمر وعثمان وعلي، يعني ما كان اكو راحه بعد محمد، حتى وقت محمد كان بس على اخف، بس ورا ما مات الدين كله صارت مصالح، هي اصلا مصالح من الاول. يعني المهم وصلنا الى الايه الاهم، وهي هاي الزبده، يعني مثل ما يقول اللي نسخ جميع ايات الموادعه والاستكانه، يعني هاي الايه ناسخه، يعني خلص. واللي يقول لك ماكو نسخ في القران يكذب، لانه ما ننسخ من ايه او ننسيا ناتي بخير مثل بخير منها او مثلها، يعني نجيب يعني محمد كان ينسى بعدين نحكي به. على فكره رد بس قبل ما اقرا الايه اذكر اخواني عندنا حلقه جدا مهمه يوم الاحد الساعه 5 بتوقيت لندن، 6 عفوا 4 توقيت لندن 5 توقيت اوروبا، عن الوحي. هاي طلب من الاخت عائشه كانت، فسويناها حلقه بس جدا مهمه، راح تشوفوا فيها حقائق راح تصدمكم، يعني ما متطرقين الى بهذا التفصيل عن محمد ومرضه وتشابهه بالمرض الصرع اللي عنده، وان راح نجيب لكم شواهد حقيقيه عن ناس نفس اللي مر به محمد هم مارين به. اتمنى تشوفون الحلقه لانه راح تكون حلقه شيقه. يعني المهم نجي على الآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هاي الآية 29 من سورة التوبة. هنا الآية واضحة جدا أنه أهل الكتاب كلهم تحاربهم، يعطوا الجزية، ناديهم بالإسلام ما قبلوا، دفعهم جزية ما قبلوا، قاتلهم. وطبعا هذا ما اكتفوا بهذا، راح نشوف عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وشلون يعني صار ما يهمهم اي واحد حتى لو يسلم يدفعوا الجزية، يعني حتى يعني يقول لك مو واحد يخلص نفسه من الدفع واحنا شو نحصل اذا كلهم صاروا مسلمين، ما يجي شيء بجيبنا يعني. فهم في نفس الامر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم ايمان صحيح باحد الرسل ولا بما جاءوا به، وانما يتبعون اراءهم واباءهم 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 فيما هم فيه، لا لانه شرع الله ودينه، لانهم لو كانوا مؤمنين بما بايديهم ايمانا صحيحا، يعني انت تقرر هم مؤمنين ولا ما، يا ابن الكلب انت تقرر وتشمذك بدينهم، يعني انت تحكي عن دينك ايه بس ما تحكي عن دينهم، هم يعرفون دينهم اكثر من عندك. عفوا ليش هم كنت اضحك انا اوكي تفضل تفضل. بما بايديهم ايمانا صحيحا لقادهم ذلك الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لان جميع الانبياء بشروا به وامروا باتباعه، فلما جاء كفروا به وهو اشرف الرسل. يعني انتم تدعون هو قالوا به بالانجيل، سالنا مليون مسيحي عندكم جاي بالكتاب ماكم شيء عن محمد؟ ماكم اصلا. هو عيسى يقول المسيح يقول رأيتي من بعدي انبياء كذبة، يعني ورايا ماكو نبي، هو هم نبي بس هو يقول باك ورايا انبياء. لا منين جبتوا انه ياتي رسول من بعد اسمه احمد؟ ما تقولين منين جبتوا. فلما جاء كفروا به وهو اشرف الرسل، علم انهم ليسوا متمسكين بشرع الانبياء الاقدمين لانهم من الله، بل لحظوظهم واهواءهم، فلهذا لا ينفعهم ايمانهم ببقيه الانبياء، وقد كفروا بسيدهم وافضلهم وخاتمهم واكبلهم. سويتوش اسمه. ولهذا قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. هذه الايه اول الامر بقتال اهل الكتاب، مهدت امور المشركين ودخل الناس في دين الله افواجا. طبعا السيف على ركبتهم، شو ما يدخلون افواجا. والفيس وبما انه الفيس بين ايديهم سوف يخرجون من دين الله افواجا، طول بالك. طبعا هسه السيوف مال قبل بعد ما ينفعهم، قنبله نوويه واحده تشقهم كلهم شق، يعني اذا كانت السعوديه، اذا كانت افغانستان، اذا باكستان، خلي السيف يفيدهم. خلي يجيبون كم من فئه قليله، خلي يستفادون منها. هاي انتوا الدول العربيه 150 مليون، مع اكثر كم مليون بالله؟ الدول العربيه تقريبا 325 ما بالضبط 325، يعني قصد مصر وباطراف مصر يعني 150 350 او 400 مليون تقريبا، يعني ما تقدرون على كم مليون يهودي يعني، وانتم اطر يعني هو دوائركم طبعا ما تقدرون، لانه هم ناس عقلهم يشتغل وانتم عقلكم صاير بالجنس وبالصلاة، وإذا توضيت المي طخة راح يروح النار، لو ما يروح النار، وإذا نسيت ركعة شو تسوي؟ وأنتم ملتين بهالكلام هذا، بس ملتين بالصلاة والصوم والعبادات، وناسين الصناعة وناسين التجارة وناسين حياتكم. وينه الله؟ نعم؟ هذا رياض ما هو، أنا أقول وينه الله، رياض يجاوبني مباشرة.
بهذا الطيز انا جاوبك. تسلام تسلام وينه الله. هذا الطيز. تفضل حبيبي محمد تفضل. ودخل الناس في دلها واستقرت جزيرة العرب. طبعا ورما جريت عليهم السيف. أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى. اسمعوا اللي تقولون إنه الدين الإسلام دين السماحة، هذا تفسير ابن كثير للآية 29 من سورة التوبة. وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز رسول الله صلعومي لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهر لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان ذلك في عام جد ووقت قيض وحر. وخرج رسول الله، طبعا تسوون حروب بينهم، كل ما تسوون حروب تاخذون حتى البشر ما ترحمهم، بيعون تشترون بيهم رجال نساء اطفال كله تاخذون سبايا وتبيعون بيهم، وايش قد عندهم املاك وبيوت كله تصادروا لكم. ما تقول لي هذا يا دين يا الله، هذا تتناصصون وياه. اكو نكته يقول لك خمسة ولله ورسوله، يقول له شلون لله لله؟ قال له هو طبعا له حصة الخمس الله ورسوله، الله ندز له الفلوس لي فوق، ندب له يا فوق، إذا أخذ أخذ، إذا ما أخذ راجع لنا الفلوس. يرجع لمحمد. يرجع لمحمد. بعد شلون تجيبون الله يعني أذفهم شنو يعني الله؟ تقول الله يعني ينزل لكم ياخذ فلوس؟ خيو هذا الله، الله شماع يعني الشماعة المحطوطة هيك على السريع بحطوا عليها كل بلاويهم. هو محمد كان واحد نصاب رئيس عصابة، جمع الصعاليك حواليه، سوى دولة صغيرة بالمدينة، وبعدين خرب راح على جماعة المساكين اليهود لدول بني قينقاع وبني قريظة وهالناس هدول الدراويش، أخذ أموالهم استقوى فيهم، بعدين راح على مكة. أي قصة، شوية صعاليك جمع حواليه وباع بالأطفال، باع النساء، قتل الكبار، يعني مجرم حرب، يعني أقل ما يسمى عليه يسمى محمد هو مجرم حرب، يعني أقل ما يسمى به. تفضل أخي حكمة تفضل. أي يعني هو مثل ما أنت قلت، يعني هو الأساس اللي بدأ به هو الصعاليك. يعني لو مو الصعاليك دول متمرسين، دول قطاع طرق، دول اللي ابتدى بيهم وأول سرقة سواها تجارة قريش، يعني باق كل أملاكهم باسم الله. طبعا المهم يقول فوعى واجتمع من المقاتل نحو في عام جذر وقت القيد وحر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام. لا يتبجح الشيوخ لا يتبجح الشيوخ ويقول القتال، يعني هاي كلام يعني من عند يعني كاتباني على صفحة، يعني لا الشيوخ لا يقولون إنه القتال فقط على الدفاع عن النفس. أنتوا تشوفون هذا، يعني أنت تروح للعدو بعقر داره، يعني وين ما يكون. والدليل على هالشيء وصلوا لإسبانيا ودول أفريقيا وآسيا، أصور حدود الصين حسب ما سمعت، يعني لو ما ادري وصلوها ولا لا. المهم يعني ما خلوا منطقه حدود الصين، وحدود الصين بصراحه وسووا مجازر بالهند، يعني ومجازر يعني لا تغتفر، اكبر مجازر عملتها الغزوات الاسلاميه هي بالهند وبالمناطق حدود الصين. تفضل. اي فيعني المسلمين ليه يقولون يعني كل الدفاع عن النفس؟ ماكو دفاع عن النفس. هاي الآية تقول لك أنت تروح للغير المسلم بعقر داره، كان مشرك كان مسيحي كان يهودي أي شيء كان، أنت لازم تهاجمه، يعني مطلوب منك تهاجمه، تقول له تعال صير مسلم، حتى لو يصير مسلم ما يفلت منك، يعني راح تأخذ منه الجزية، تأخذ بس يخلص من الأسر، هاي الشيء الوحيد اللي يعني هاي. وإذا رفض يعني يصير مسلم الدفع الجزية غصبا عنه، وإذا رفض راح تحاربه وتقتله وتسبيه.
لا تقولوا لي دفاع عن النفس وما اعرف شنو، هاي كلها كلاوات. الايه واضحه جدا وجاي اقرا من ابن كثير، يا اصحاب العقول جاي اقرا من ابن كثير اصح التفاسير. زين، المهم، لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها واقام بها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيدي بيانه بعد ان شاء الله. يعني هنا يشوفك انه المهم عنده يهجم. ودائما اذكركم شفت بالمسلسل مال الحريم السلطان وهالشيء اكيد قال لي وقت محمد امينة، شو اسمه الخزائن فاضيه شو نسوي؟ لازم نسوي غزوه غزوتين حتى شوي يعني اموال تكثر. يعني هاي يسموها السرقه الجماعيه بقوه السلاح، هاي يسموها السرقه الجماعيه بقوه السلاح. يعني هسه لو محمد يجي هنا يعتبروه مجرم حرب مثل هتلر، شو راد يسيطر على العالم؟ ليش قاعد تنتقدون هتلر وما تنتقدون محمد؟ محمد امين راد يسيطر على العالم بالقوه، بس هذاك بدون دين، هذا باسم الله. يعني الله حطه على الارض وما عنده وقت، حط رجل على رجل هناك ويدخن، قال له محمد انت قم لي بالمهمه. وقد استدل بهذه الآية من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشباههم كالمجوس، كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس، يعني مو بس من أهل الكتاب، من مجوس هجر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه. وقال أبو حنيفة بل تؤخذ من جميع العاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين. يعني اكو بعض يعاندون يقول لك لا فرض على اهل الكتاب بس الجزيه مو على المشركين، من اهل الكتاب او من المشركين ولا تؤخذ من العرب. ليش؟ انه عرب جماعتهم ما ياخذون منهم واسطات، يعني مثل ما يقول تؤخذ الجزيه او يعني هنا جاي نشوف الجزيه اللي انا اسميها الاتاوة تنأخذ من الكل يعني. وقال الإمام مالك بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا. والله أعلم، طبعا كل شيء الله أعلم. يعني لما شافوا الفلوس ما يكفي قليل، ما يردون كله يقضوه ملايين يضمون جيبهم، شافوا ما يكفي هذا اللي ياخذوا من المسيحيين، قال لك يلا الكل ندفعه. وقالوا حتى وقوله حتى يعطوا الجزية، اي ان لم يسلموا. اذا عندك مشاركات جان يعني انت براحتك. كاتب صراحة كثير، يعني كنت عم بوزع بس الرابط على، ممكن نكمل آية آيتين كان تانيات وبعدين نرجع نشوف المشاركات. أوكي، يعني هل آية أكو شغلة جدا مهمة عن المسيحيين شلون كان يتصرف وياهم عمر والذل اللي ذلهم به. يعني هو تقريبا ما باقي هواية. وقولي حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة، يعني عن ذل، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم، اسمعوا، على المسلمين، بل هم أذلاء صغرى أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر لعنه جلدة الحنفية تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن علم الأشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بسم جلدة الحنفية العظيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة
كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا، شوف الإهانات هنا، وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها، هاي كلها شروط عليهم، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزل أحد المسلمين، كل الشروط عليهم طبعا، أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا يعني حتى اللي يريد يصير مسيحي يمنعوه، بس اللي يريد يصير مسلم لازم يساعدوه. حكمات خليك عند هالنقطة هاي، بنرجع نكمل القراءة هاي. بس معنا اتصال من الأخ جان، هو بشان ما يطول كمان على الخط، تفضل أخي جان. حبيبي جان ولأبا الحكم بشين كثير حبيبنا. طبعا الموضوع مثل القبل آيات إرهابية، المسلمين دائما يتبجحون بالعدالة، ما بعرف العدالة تكمن انه الله يسوي تناقضات او فرق بين الناس او الأديان، هذا هو العدالة. المسلمون يتبجحون وبيقولون بكل وقاحة انه في جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع يا بابا اشرح لنا شو هي، بيقول انه اذا حد هاجمك انه من حقك تدافع عن نفسك. طيب انت يا مسلم يا متجب، كيف اقول لك متبجح، كيف تسمح لنفسك انه تسوي جهاد الطلب وتروح تغزو الناس، ولما يدافع عن نفسه هو كافر وكافر. صحيح صحيح، هو اخلاق الاخلاق. انا بقول لك الاخلاق، اخلاق المسلم وين؟ اخلاق المسلم جانو هي اخلاق القبيله، اخلاق القبيله اللي معتمده على الغزو، يعني طول عمره ما في عندهم شيء ياكلوا، فبيطلعوا بايدي الغير، بيروحوا بغزو على طول، الغزو شغال عندهم، يعني من قبيله لقبيله بغزو بعض حتى ياكلوا، بسبوا نساء بعض، أغناء الماشية تبعات القبائل الأخرى بيأكلوها، فهو على هذا مثل شغل، هاي أخلاقهم يعني. أوكي. أوكي فهمنا هذا الموضوع. طيب أين عقلك أيها المسلم أيها الديني، أين عقلك؟ أنا بقول لك أين عقله، عقل المؤمن في مؤخرته يعني هاي هي. لو في عقل يشتغل، هل من المعقول لو في عقل بيقول لك انه اغتصاب الاطفال اخلاق؟ يعني هل من المعقول لو في عقل يشتغل بيقول لك العبودية اخلاق؟ هل لو في عقل، هل من المعقول يشرع تعدد الزوجات؟ يعني هل من الاخلاق تعدد الزوجات؟ يا رجل واحد يكون عنده 4 نسوان، شو الاهل الاخلاق اللي عنده؟ يعني شو هالأخلاق؟ مثل واحد داخل على 4 عهيرات مشتريهم فلوسه يعني. والمشكلة الأكبر لما بتقول هيك أشياء، إنه المسلم بيقول أغلط عليه بس لا تغلط على النبي. هذا من أكبر كيف أقول الأمراض النفسية. بالضبط. شيزوفرينيا، الانفصام في الشخصية، انت فين عقلك يا مسلم؟ هو يتحول لديوس من حيث لا يعلم، يعني بترضى، هو برضى المسلم برضى انه تسب له اخته، امه، شرفه كله، ولكن تحكي على محمد خط احمر. يعني تصور هالإنسان انقلب إلى ديوس، يعني بكل معنى الكلمة، كل مؤمن بمحمد هو ديوس يمشي على الأرض. طيب أوكي،
اوكي يا مسلم انت حط نفسك في 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 فرضيه انه ما يعني ما كان اسلام حقيقه كان ديانه ثانيه حقيقه في ذاك في ذاك الحاله شو راح ترد يعني كيف راح تتصرف انت كيف تقبل على نفسك انه تسوي كل هالاشياء مقابل الاخرين والاخرين لازم يسكتوا عليك اذا حدا انت بتقبل على نفسك اذا حدا يسوي هذا الشيء مقابلك يعني بتعجب اين الاخلاق اين الانسانيه اين المنطق هو معروف يا أخي جانو المسلم بدون أخلاق يعني لو في أخلاق إنما الأمم بأخلاقها ما بقيت إنهم إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا يعني إذا الأرض المقولة هي يعني منطقية مليون بالمية ونحن شايفين الأمم الإسلامية هي بالحضيض لو لم تكن أخلاقهم بالحضيض لما كانوا هم بالحضيض الأمم بالأخلاق لما يكون عندهم أخلاق بيكونوا مرتفعين شوفوا أوروبا أوروبا بقمة الأخلاق بس على الأخلاق في اليابان شخص موظف بيروح للشركة بيوصل بكير لما بيوصل بكير بيوقف سيارته بعيد عن الشركة ليش؟ مشان الشخص الثاني إذا تأخر مشان يوصل للشركة بسرعة أكثر. صار هذا الانفجار في 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 المفاعل النووية في اليابان. فكل السوبر ماركتات وهيك أشياء السوق وقف. السوبر ماركت الوحيد اللي مفتوح كل شخص كان بياخد بطل تبع المي. أنا فقط بسأل إذا كان هذا الشيء حصل في دولة عربية أو مسلمة صاحب السوبر ماركت أول شيء كان يفتح السوبر ماركت تبعه ثاني شيء الأشخاص اللي كانوا بيدخلون كان يأخذون فقط بطل واحد بعدين الأسعار كان علاها صارت مباشر أكثر من الدبل يعني هذا هو الأخلاق الحقيقي هذا هو الأخلاق الحقيقي عندما صار هذا الانفجار الجيش الياباني سوى الجسر مشان نفسهم جسر مشان يعبرون عليه الناس يعني كانوا متمددين على هيك احبال والناس كان بيمشوا على ظهرهم من اجسادهم سووا جسر بالضبط هيك فهذا هو الاخلاق انت جاي تقول لي الاخلاق انه واحد مجنون احمق بيغتصب بنت عمرها 6 سنين وبتسفق له وبتسوي الشريعه وفي اليمن الان في بنات بيقلدون النبي تبع الاسلام هذا هو الاخلاق هي هي اخلاقهم المشكلة جانو الأخلاق عند العرب وضعوها كلها بالجنس يعني وبالجنس وبشكل خاطئ أصلا يعني مو بالشكل صحيح أنه وضعوا الأخلاق كلها بالجنس بشكل صحيح يعني مثلا برضى الشخص المسلم هاي ثقافة عامة عند كل الدول الإسلامية يعني برضى لما يطلع لبرا ممكن يبصبص على اي انسان يشوفه مهما كانت بس في نفس الوقت ما راح يخلي اخته بالضبط تخرج برا بالضبط وما بيخليها تخرج برا وممكن يقفل عليه وصدقني انا في لندن هون في ناس سوريين للاسف الشديد سوريين يقفلون على نسوانهم وبروحوا على عملهم يقفلون عليهم قفل بالقفل والقفل بجيبهم ما عندهم مفاتيح النسوان يعني للأسف الشديد هي 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 ثقافة اللي ولدتها الأمة الإسلامية اللي يعني ما بعرف شو أسميها الأشخاص شو بيسوون بأوروبا ليش ما بيروحون أنا بالنسبة لي إذا مؤمن عن جد بقول لك بدون أي مزح إذا مؤمن بمعتقد يعني مثلا إذا كنت مؤمن بأنه الديانة أو الإسلام صحيح كنت بروح للسعودية
كنت اكون اقرب لهذا المجنون اللي جنب هذا الكعبة الاسود. للسعودية تستقبلهم؟ لا لا، اذا انا معتقد بهذا. صحيح صحيح، ولكن المشكلة هن 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 المسلمين ما بتقبلوا بعضهم. المشكلة هون ليش اجي اخرب على الناس هون واخرب على نفسي؟ طيب 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 جانو، انا بتشكرك كثير، في عندي اتصال ثاني وبتشكرك كثير، شكرا كثير جانو. طيب خلينا ناخذ اتصال ثاني من رانيا. رانيا تفضلي. الو رانيا تفضلي. اهلا رانيا. اهلا، بتوجه تحيه ليك ولضيفك العزيز. اهلا وسهلا رانيا. طبعا اصدقائي، رانيا راح تكون بكره معنا بحلقه مع الملحدة الجزائرية رانيا الساعة 8 بنفس التوقيت اللي بنبث فيه اعتياديا، راح تكون معنا بكرة رانيا. تفضلي رانيا، شو بتقولي بأخلاق المسلمين؟ خلينا نقول. نعم، أنا نحب يعني أنا كنت فرجع يعني الآن لايف يعني على المباشر، وعجبني موضوع هاي الأخلاق، لأنه هذا الموضوع بالذات هو الشيء يعني اللي ما كنتش مدفعني أنا، أرحت لأسباب أخرى يعني، أقول أسباب إنه واحد يطرح أسئلة على نفسه ويعمل عقله، ولكن من الأسباب يعني اللي خلتني أكره جدا المجتمع اللي كنت نعيش في وسطه، أكرههم كره مقيت وأحتقرهم كبشر، وأنا عدمي الأخلاق. يدرسوك في المدارس أشياء يقولوا لك انه محمد نور مش عارفه، انت تقول انه هو ماهوش زي المسيح مثلا، يعني ماهوش ود الاله، علاش تقول انه ماهوش مثلا رسوم عليه؟ لو هو يعني صح بشر زي ما تقولوا، هو رسول ماهوش نور ولا رب، يعني علاش ما تقدرش تصوموا وجهه؟ ما هو بشر، يعني يقولوا لك اشياء وفي نفس الوقت متناقضاتها. هاد البشر اللي أنا كنت عايشة معهم يعني، ما تخلص الصمت دناءتهم لأي درجة، يعني يعلو كل شيء، الكذب زي ما يتنفسوا الأكسجين يعني، أخلاق متدنية لأقصى الدرجات، لا تصدق يعني. أنت تشوف هاد المجتمعات لو كنت عايش فيها يعني، وما عندك لا تكنولوجيا لا علم ولا شيء، ولكن احنا نعيش في القرن 21 يا خلق، يعني فكروا مع نفسكم فقط، يعني هاد المنتجاتكم حتى يعني أولتها يعني كهرباء ضوء، من اخترعوا؟ من يعني فكروا مع نفسكم؟ صراحة أختي رانيا امبارح كان عندنا حلقة مع رياض، فاكتشفنا اختراع الكهرباء هو يعني اختراع الكهرباء اجى من آمنة أم الرسول يعني، وفهمكم كيف فهمكم كفاية يعني. بدي أسألك رانيا، برأيك شو الفرق بين الإسلام والمافيا؟ الإسلام هو المافيا اللي ولدت في القرن السابع ميلادي، يعني ما زالت تبعتنا لحد اليوم، بعد 14 قرن بسلطة الإرهاب والقتل، يعني كيف بيخلق تقول له في نار وحتموت وحيصير لك كيف؟ انا نقول لك يعني الناس اللي عايشه معاه، الناس ما تقدرش تصور طيبتهم، ما عندهم حتى علاقه بمش مكتوب في القران ولا في السيره. الناس يحبوا يعيشوا الحياه، يحبوا يتمتعوا بها، الناس طيبين على الاخر. هذا الشيء اللي عم بيجيهم جاء من بعد، يعني بنكون واضحين، بعد الثمانينات، انه من قبل انا جدي وجدتي يعني لا يكتبوا ولا يقرأوا، يعني اميين اوكي مسلمين عاديين، يعني كنت تشوف مثلا جمهور ام كلثوم في السبعينات لو نعملوا صوره، يعني ما كان حتى مرأة حتى اي شيء على 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 يعني على شعرها، فاهمني؟ هذا الوهابيه، هذا الاسلام اللي جاء فجاه، يعني هذا تطرف للدين، نعم، رجوع للمحمد وللدين نفسه، لانه الناس اللي لا تخلى هي مثلا جيل الثالث وجد جدي، كانوا ناس تعبد ربها فقط. مثلا جدي كان عنده 4 بنات في الذكور، بناته عاشوا طول حياتهم حتى عدوا 50 سنة ما حطوش حجاب، يعني عمرهم ما تكلم معاهم في البيت،
تفهمني؟ يعني دين بينه وبين نفسه ما فيش مشكلة، لكن هل الوهابية اللي دخلت علينا هيك هجمت يعني واستفحلت في المجتمعات العربية استفحال يعني للعظم، ما خلات ولا شيء، دخلت في التعليم في كل شيء، يعني التعليم هو الأساس، يعلمون في أشياء غلط أصلاً. مثلاً هم علموهم سيرة النبي، هم يعلمون، أنا واحدة من الناس تعلمت شيء من الأصغر يعني حصت هذا، يعني اللي أنا نعتبره ضد حقوق الإنسان إنك تعلم طفل هذه المعلومات، جيب له حصة الدين، هذا يعني هو تعلمه علم الهراء، كل أشياء تمنع يعني بالضبط ضد المنطق، ضد الأشياء اللي تدرسوها من الأخرى اللي هي مثلاً فلسفة. لو واحد يدرس الفلسفة يدرس الدين حاجة كل شيء ضد بعضه، حاجة المتناقضات بتمامها يعني. صحيح صحيح. بس يسأل نفسه لأنه هو أظن 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 راني إنه الفترة هاي الوهابية لما اشتغلت بالسبعينات هي نتيجة أصلاً، يعني هي كانت مثل محتقنة من سقوط الخلافة العثمانية، تمت القوى الاستعمارية كانوا يسموها فرنسا وبريطانيا، والغرب عموماً مسيطر على الوضع في الشرق الأوسط، فكان في موجة علمانية خلينا نقول قوية جداً، ولكن ببروز يعني بعد حركة النفط اللي أثرت المجتمع السعودي والخليجي عموما، بدأت الوهابية تتحرك بضخ النفط وبالأموال، حتى يعني الرد كيف يعني نسمي يعني مثل وقت لما الخلافة العثمانية سقطت، فمثل الحركة رد عن يعني ردة فعل العبارة الصحيحة اللي بدي ألاقيها، ردة فعل هي على سقوط الخلافة العثمانية، ولكن تأجلت لأنه كانت موجودة القوى الغربية مسيطرة وما في فيهم فلوس، يعني لما صار فيهم فلوس دفعوا. عفوا، هو يعني نحب نضيف شيء، هو مش فقط طبعا هذا الفكر موجود من أساسه، لكن هذه الحركة الوهابية هي كانت نوعا ما، هي طبعا هي مترسخة من نوع محمد، ولكن هي يعني متطرفة أنا أظن أنه أكثر من محمد، يعني محمد كان كما نقوله متع نفسه يعني جنسيا، يعني ما بتدرك شو قانون أصلا، هناك فرق بين مجتمعاتنا ومجتمعات. صدقيني رانيا، لا ما في حدا متطرف مثل محمد، يعني الوهابية داعش لم تفعل مثل ما فعلت محمد، محمد فعل أفاعيل يعني. نعم، ولكن احنا لازم نحط محمد في نطاق تاريخي، محمد 14 قرن فرق حضاري بينه وبين مجتمعاتنا اليوم، يعني 14 قرن فرق حضاري بعد ما جت هذه التكنولوجيا، حتى لو استوردوها طبعا ما استوردوها المفكرين اللي ما نذكرش شو ديانتهم، يعني هم هم في مسلمين اي شيء عنده علاقة بالدين إسلام أو غير إسلام، العقيدة هي ضد العقل وضد التطورات العلمية، لأنه المجتمعات الغربية بعد ما أجهضت هذه الأفكار، هذه المرحلة التاريخية مرت إلى مرحلة الفكر التجريبي، كان مراحل، أنا خذوها في الحلقة تاعي حبكوهم مراحل فكر الإنسان، على العموم المرحلة اللي نعيش فيها تتناقض، يعني هي اللي خلات هذه الحركة الوهابية تجي بهذه القوة، لأن ما نلقاو حتى حاجة يواجهوا بها العالم، يعني أمم منفية ممحية عن العالم منذ قرون وقرون، ما عندهمش يعني القرن نفسهم يواجهوا الناس تخترع الصاروخ وتطلع تشوف المجرات، يعني تخترع يعني ما تخلص الصبر مش تخترع العقل البشري لوين الصبر الموجود، هم اخترعوا كولا بولا، يعني بولا كولا سوري. نعم عفوا يعني ولا يهمك ولا يهمك، أنا على كل حال بشكر كثير أختي رانيا، وموعدنا طبعا بكرة رح نكون في حلقة كاملة، نتمنى الناس تشوفنا، وأنا نحب نعرف عن نفسي أني يعني نتكلم أكثر عن أكاديمية وعن فكرة، يعني ما نعمل هيك جوكس، لو حبيت نعمل جوكس فيني يعني نقدر نعمل يعني بسيطة، يعني نجيب أقوال من الإمام ولا يهمك، أنت يعني المهم كوميديا بس، المهم بكرة راح تكون حلقة بس نتعرف على شخصيتك وعلاقتك بالدين
وهاي هي، وممكن في حلقات أخرى نستضيفك أنت ورياض سوا، نعمل كوميديا حقيقية عن محمد وعن أتباع محمد. المسرح جدا جدا خاصه الكوميديا، وانا ككوميدي يعني بلهجتي حاجه يعني جميله جدا. اكيد اكيد اكيد، معناتها الحلقه الجايه يلا نتمسخر على الله، راح تكوني انت احدى الضيوف. اتمنى هذا الشيء. لعيونك لعيونك لعيونك، وانا متاكد رياض ما راح يتاخر علينا يعني. نعم. شكرا يعني كثير لك رانيا، واشوفك بكره طبعا. اشوفكم بكره، مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. طيب أخي حكمة، شو تعليقك على كلام أو تعقيب، إذا في عندك أي تعقيب؟ وعندي سؤال نفسه لك، وبصراحة الفرق بين الإسلام والمافيا. يعني بالنسبة للكارجانو والأخوت رانيا، يعني هم نفس الشيء، يعني يحكون عن تجاربهم ويحكون عن المجتمعات الأخرى. يعني يعني حبيتهم يعني عبروا أكثر عن الكلام اللي يقولوه، وكلام طبعا اللي حكوا طبعا كلها الحقائق موجودة قدامنا. أما بالنسبة للفرق بين المافيا والإسلام، هي تقريبا متشابهة يعني، ولو الإسلام المافيا فيها إنسانية شوية أكثر، لأن الجماعة المافيا عندهم لما يأخذ الفلوس ممكن يساعدوا بيها ناس آخرين، صح يقتلوا يسووا، بس عندهم شوية حالة إنسانية. بس بالإسلام حالة الإنسانية ما موجودة، هذولا يأخذوا الأتاوى، هذولا يأخذوا المسلمين يأخذون الأتاوى، وش اسمه يأخذون الأتاوى المافيا. المافيا يهددك بالسلاح، والإسلام نفس الشيء يهددك بالسلاح، بس ذولا شوية عندهم إنسانية أكثر. إنه يعني كلها مجرمين، بس قصدي تبقى حالة الشغلات الإنسانية موجودة يعني، ولو قليل بس شوية. أني يعني أنطي درجة أعلى للمافيا عن الإسلام، لأنه هو كله نفس الشيء يعني. هذولاك علق، لا عندهم المافيا لا عندهم سبي ولا عندهم ما اعرف شنو، بس هم يردون اهم شيء يردون فلوس. هذول لا، يردون الاخضر واليابس، يردون البيت والاموال والمتاع والبشر نفسه هم ياخذوه غصبا عنه. يعني هذا الكلام اتمنى اخواني المسيحيين قاعدون يشوفون. حبيت من هو باقي كم سطر اخلصه، ما بقى هواي، بس اقرا كتاب عبد الله عمر امير المؤمنين، لعبد الله عمر امير المؤمنين، يعني عمر يحكي للنصارى شنو الاوامر اللي عليهم والاذلال اللي يدلهم بيها. هو اسمه الاحكام العمريه اظن. اي طبعا اكيد، هذا الامام العادل مالكم. أشداء العهد العمر بينهم، يعني الكفار أشداء بس بيناتهم رحماء. المهم يقول من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم. لا يعني دول المسيحيين الشروط اللي مفروض عليهم على أنفسنا، يعني يشرطون على نفسهم أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ما أعرف شو يقولها، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزل أحد المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع بابها للمرة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم. يعني 3 أيام يجي المسلم يأكل غصبا عنهم، يقعد يروح بيوتهم كناسهم، ولا نأوي في كناسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن
ولا نفضل شركا. ما اعرف ايش يقصد به من هاي. ولا نعلم اولاد القران ولا نضر الشرك ولا ندعو اليه احدا ولا نمنع احدا ولا نمنع احدا من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام. من يعني اللي يريد يصير مسلم لازم نسمح له ان ارادوه، وان نوقر المسلمين وان نقوم لهم من مجالسنا. يعني لما يجي المسلم تقوم له غصبا عنك. إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق ولا شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا هذا أعتقد الشروط المفروضة على المسلمين لما يدخلون، يعني إنهم ما يقلدون المسيحيين بأي شيء. ولا نتكلم بكلام، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية. الخواتم يعني من يعني المهم المسيحيين أكو عليهم شروط أنه ينطون مجال للعرب المسلمين وين ما يجون، وما يخلون واحد مسيحي ما يخلون المسلم يصير مسيحي والعكس يسمحوا له وينطوا مجال يعني. ولا نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، يعني ما نخلي الصليب واضح، وأن لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا. والله هذا حكي، هذا على اساس العدل العمري هذا، الا ضربا خفيفا، وان لا نرفع اصواتنا بالقراءه في كنائسنا في شيء في حضره المسلمين. اسمعوا يا مسلمين، هذا تصرفاتكم ويا المسيحيين. هذا عمر بن الخطاب العادل كان يتصرف ويا المسيحيين. ولا اسواقهم ولا الا ضربا خفيفا، وان لا نرفع اصواتنا بالقراءه في كنائسنا في شيء في حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثا أصواتنا مع موتانا. اسمع، حتى بالموتى ما يصير يرفعون أصواتهم. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، يعني حتى الموتى تبعده عن طريق المسلمين، يعني يعتبرهم رجس يعني. ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سيام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم، يعني ممنوع يتقربون منهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه، زاد يعني زاد على الكلام اللي مكتوب، عمر زاد عليه، زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. يعني هنا يعني فرض شروط فظيعة على ال إنه الجاسوس ما تخلي المسلم يريد يصير مسيحي، ما تقبل، ما تعلي صوتك بالكنائس، ما تخل أصوات الكنائس تكون خفيفة. من مسلم يجي غصبا عليك تضيفه ببيتك، وإذا فتت من طريق لازم تعطي مجال المسلمين يفوتون، وإذا راتي بات ببيتك تعطي مجال يوم يومين ثلاثة، وحتى موتاك ما تقرب موت المسلمين، يعني أي اختلاط ما يخلي. هذا هو الحكم الإسلامي يا ناس، هذا هيك كانوا يصرفون المسيحيين. هذا عمر بن الخطاب الخليفة العادل كان هيك يدل المسيحيين، وكان كاتم أنفاسهم الكنيسة اللي تخرب ممنوع يعمرها، وإذا كانت خطط للمستقبل كنائس ممنوع. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الحقيقي. لا تقولوا لي المحبة والسلام والكلام الفارغ اللي دائما تحجون به إنه الإسلام دين المسامحة والموادعة وما أعرف الكلاوات. هذا الدين الإسلامي يذل الآخرين، يذل المسيحيين، حتى ورا ما تاخذ منهم الجزيه وصاغرين وكل فوق هذا مضيق عليهم بحياتهم، ما تخليهم يسوون
عباداتهم براحتهم، ما تخليهم يضربون الاجراس، يعني كانوا كاتبين نفسهم من كل الطرق. يعني هذا هو عمر وهذا هو دينكم وهو هذا الارهاب الحقيقي، وشوفناكم انه الاسلام يفرض الجزيه، ما عدا هذا يقتل ويتوسع بالقوه في كل اركان الارض. يعني اللي عجبه يعجبه مثل ما قال الحويني، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. هو هذا الاسلام. لا تقولوا لي موادع ومسامحة. قلت اكيد انا الاسلامي معروف. تفضل اخي اذا في عندك اي. لا يعني انا حبيت بس اوضح للمسلمين انه لا يقولوا ان هذا ابن كثير وهذا كلام عمر وهاي كلام البخاري كله يحكي انه ماكوش حكي انه تدافع عن نفسك. لا، انت تتوسع، الدين الاسلامي يسمح لك تتوسع خارج ارضك وكله بالقوه. انا اسميه احتلال، غزوه ما يسموه، انا اسميه احتلال. لو محمد يجي هسه هيك شيء يسوي كان المحكمه العدل الدوليه يعني حكمت عليه مدى الحياه، ما راح كان يعدموه، لانه الاعدام يعني غير مسموح، لكنه يعني جريمه من جرائم الحرب. لا تلوموا بعد هتلر، يعني هو سوى اكثر من هتلر. محمد هتلر لما كان يحتل مدينه كان المهم يطوق المنطقه، ما ياخذ املاك الناس من بيوتها، حتى هذا ما سوى. لكن محمد كان يسوي هالشيء. تعرف ما عجبني بالحيواني هذا العرصة، الشيخ الحويني بسموه شيوخ العرصة تبع الإسلام، العرصة الإسلام، إنه صادق يعني داركت الزلمة بيقول لك هذا ديننا، ديننا نروح نسبي ونجيب ونبيع ونشتري الناس، يعني لا 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 يستحي من دينه، لا ما بخبي دينه. يا ريت جان الحلقة القادمة إذا جبنا آيات أخرى تجيب لنا كلام الحويني لما يقول إحنا لما نسبي وناخذ أموال والرأس وكم رأس وما أعرف شنو، أنت تعرف هذا شو اسمه. وهسه آخر شيء قبل يومين طلع شو اسمه، طلع فتوى إنه قديم كان بس نشره من جديد، حرام اللي يختلطون الشباب والنساء بالجامعة، هذا الشيء حرام مو من الدين. هالكلام لا فيه نقد ولا ابرام، يقول يعني هاي بيد الحويني كان يقصقص الروس كلها يعني. الحويني هذا كان بالفعل يعني على كل. خلينا ناخذ شويه تعليقات. اذا في الاخ كالو عم بيقول عمري 29 سنة من عمري ضاعت وانا اتبع تلك التعاليم الارهابيه وذلك الدين الاسلامي النجس. شكرا لريتشارد داكوينز واخي المصري ملحد. في الاخ او الاخت لوغمان معناتها اخ، وحييك اخي جان، فانتم تنقلون وتنشرون الفكر والوعي في مجتمعات ما زالت تندفع تقتنع بخرافات قالها رجل مخبول من قبل 14 قرن. في الاخ كالو كمان عم بصراحه يعني انا عجبني عم بيقول لي اخي جان نرجو منك عمل حلقه عن برنامج سؤال جريء والاخ رشيد. يعني انا بصراحه ما بعرف اخي كالو يعني شو الهدف من نعمل حلقه عن برنامج سؤال جريء. انا بالنسبه لي رايي واضح بالاخ رشيد، يعني الاخ رشيد انا بحترمه كثير، انسان محترم هو، ويعني صحيح عند بحلقات الخرافيه مع المسيح عند المسيحيه هي انا بعفي له اياها، يعني ما عندي مشكله يخرف مثل ما بده، ما عندي مشكله معه، بس انا بحييه بصراحه على نقده للاسلام بكل اكاديميه بكل واقعيه، وغير كثير ناس يعني وقلب افكار كثير ناس بنقده للاسلام. اما بالنسبه للمسيحيه وتخاريفه للمسيحيه، يعني هو ساوى مثل المسلمين لما بتجي مساله المسيحيه، ما اعتقد يعني انه برنامج مثل برنامجنا المتواضع هذه
يعمل حلقة عن برنامج سؤال جريء، يعني شو الهدف؟ أنا بصراحة ما يعني كتير فهمت الطلب هذا بالضبط. يعني في الأخ، أنا بدي إياك تعلق لي على الأخ اسمه فريمان كينج، عم بيقول حكمة، عم بيقول إنه المسلمين يعبدون محمد، ممكن تعقيب من حضرتك؟ تفضل. صراحة يعني ما ذكر قايل الكلام هذا، يعبدون محمد. لا، لكن هو 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 الرجل عم بيقول المسلمون هم يعبدون محمد، يعني ما عم بيقول أنت قلت ولا فلان قال، هو عم بيقول إنه المسلمون بالحقيقة ما بيعبدوا الله، عم بيعبدوا محمد. شو رأيك؟ طبعا الكلام واضح بالآيات القرآنية، كثير آيات تقول وما قال الله وما قال الرسول، هذا ما أمركم الله وما أمرك الرسول، فأتوا ما أتاكم وما أتاكم الرسول، يعني كل شيء. هو يقول الشرك حرام محمد، لكن هو مشرك نفسه بكل شيء مع الله. يعني إذا قضى الله أمرا ورسوله، يعني شنو قضى الله أمرا ورسوله؟ أعرف هو أنت شخصك، إذا الله صدر شيء ليش حط اسمك ويا الله؟ يعني ويقولون الشرك حرام، هو أول مشركين محمد، لأنه يعني دائما يعني هي معروفة، يعني الشغلة محمد. أنا راح تيجي الحلقة يوم الأحد، حلقة جدا مهمة عن شخصية محمد. محمد كان بالبداية ضحكوا عليه، وكان هو عنده مرض عند مرض صرع الصدغ الصدعي، هاي عنده هاي المرض. فهذا المرض، وراح نشوف فيديوهات انه الاشخاص يتخيلون انه اشخاص يجوهم يحكون وياهم، وهاي من الواقع حاليا موجودين دول الاشخاص. فمحمد بالبدايه هيك كان صح، بس بعدين لما وضع بالحياه العمليه، واحدة ما قبلت بي جاب لها آية، زينب قالت ما تزوجك إلا تجي آية، راح جاب آية، عمر يقول شيء يسوي آية، صار بعدين هو يخلي آيات من عنده. بس بالبداية كان يتوقع ناس يجوا يقولوا له فلان شيء، وطبعا الكلام فارغ إنه كل شيء من عنده. ساعده بي ورق بن نوفل وبحيرة، وراح نتطرق لهالمسائل كلها يوم الأحد. فمحمد يعني يعتبر انه يعبد، لانه كل شيء يقوله انه الله ورسوله الله ورسوله. يعني هم يسوي لي محمد ياخذ الخمس من الغنائم، كل شيء يقول الله قاله واني اقوله، يعني واي طلب يصير اي استفسار يصير تجي به ايه، واحد يسوي مشكله واحد شخ على جنب تجي به ايه، يعني ما يصير على كل شيء كان يعجبه هو يسوي بيه آية. إذن إحنا جاي المسلمين كانوا يعبدون محمد ما يعبدون الله، لأنه الأوامر كلها تجي من عنده، يعني تخيلات براسة وتخطيط وتخيلات بالبداية، وبعدين تخطيط من عنده إنه يقول لهم سوي فلان شو فلان شو. وإلا شنو الله مين قال أخذ الخمس؟ يعني أخذ الخمس هو والله أرد أعرف، يعني الله هو ليش ياخذ الخمس؟ انا دفهم يعني لانه النبي ياخذ خمس الغنائم، يعني هاي عقول المسلمين خلي يشغلوا، يعني الهي حق محمد حتى ياخذ خمس الغنائم؟ غير انسان متواضع يريد ينشر دين، تريد تنشر دينك تاخذ خمس الفلوس اللي موجود للناس، يعني والبقيه اربعه اخماس يتوزع على الباقين؟ يعني انت تعتبر واحد من خمسة من كل المسلمين؟ يعني خلي يفكرون، هو فعلا العبادة الحقيقية كانت لمحمد، والدليل على هالشيء روح اكفر ما يقتلوك، لكن بس تغلط على محمد يقتلوك. طيب خلينا لا بس تقول على هاي الصورة الكاريكاتيرية جان الصورة الكاريكاتيرية، هو ما يقصدون بها إهانة إلى الله، لا، لأنه القصة بها محمد، وإلا لو بس الشغلة تخص الله ما كانوا قتلوا، لأنه محمد يقول إلى الله أخذ الصحون الفارغة، ولما تجي سوي باب للخيمة والكلام هذا، يعني المهم عندهم محمد لا يهان، الله مو مهم عندهم.
بالضبط بالضبط. وطبعا هون صار نقاش بين أظن، بس دقيقة، الأخ أو أخت هاندراكس عم بيقول: الذي يسب الله يستتاب، والذي يسب محمد يقتل، ما هذا المنطق؟ فبيرد عليه الساجي أظن: ومن قال، من قال لك أن من يسب الله يستتاب؟ يعني إنه الله إذا حدث سبه لا يستتاب برأيه، يعني كله يقتل. طبعا كلنا بنعرف أصدقائي، من يسب الله يستتاب 3 أيام، ومن يسب محمد لا يستتاب ولا تقبل له توبة نهائيا. يا ريت فصلنا فيها شوي، تحكي لنا فيها أخي. طبعا احنا راح نجيب الحديث فيها، هاي الكلام صحيح انه مسبة الله، الله ممكن يغفر او ما يغفر، لكن مسبة محمد لا، حتى لو استغفرت ممكن الله يغفر لك، لكنهم يعدموك، يعدموك يعني يقطعون راسك. اذا استغفرت ربك او ما استغفرت، يعني استغفرت او ما استغفرت يقتلوك، بس اذا استغفرت يقتلوك ممكن الله يسامحك فوق، يعني المهم ياخذون راسك ماخذينه يعني. بس اذا سبيت الله ما يقتلوك، تستغفر، اذا استغفرت ما عليك شيء يعني ما يقتلوك. بس اذا سبيت محمد تستغفر، ما تستغفر تقتل. اسف اسف اسف. عيد الكلام، عيد الكلام. لا، لانه صح. عم بقول انا بتمنى من اصدقائي يشاركونا ارائهم ويتصلوا فينا على السكايب ويبعثوا ارائهم وتعليقاتهم على السكايب كمان، يعني حتى نغني الحلقه بارائكم. طبعا انا في تعليق من الاخ اظن جلده الحنفيه عبد الصنبور، عم بيقول: رغم فظاعة ما ارتكبه هتلر، لكنه خلف بنية تحتية وصناعات ثقيلة جبارة كسيارة الشعب فوكس فاكن. أما محمد خلف لنا عقلية تحتية لا تفكر أبدا، لا تفكر أبعد من قضيبها. يعني كلام منطقي بصراحة، كلام منطقي إلى أبعد الحدود. محمد لأنه هو يعني هو القدوة الحسنة، يعني لما بيقولوا القدوة الحسنة بخدها 100% صدق صدق صدق، إنه هو القدوة الحسنة، لأنه هو ما كان يفكر غير بقضيبه. بتلاقي المسلمين جميعهم لا يفكرون إلا بهذا العظيم. القدم الثالث، أنا أسميه القدم الثالث. القدم الثالث ولا القدم الخامس حتى يكون، او العضو البارز الخامس، يعني بين الايدين والاجرين يعني. بس يعني صدقا يا شباب، صدقا خلونا نكون واقعيين، اليوم محمد هو القدوه الحسنه. يعني تصور يعني نحن هلا ثقافتنا عموما، يعني انا عندي اصدقاء من تونس، عندي اصدقاء من الجزائر، من مصر، بيقول لك لما شاب من هالشباب هذا بطلع لبرا وبتعرف له على وحدة وبينام معها، أو حتى ما بينام معها، ببوسة أو بضمة أو شيء من هالقبيل، هذا يتفاخرون بما بين بعضهم، بصيروا في شغلة فخر، يعني إنه أنا عملت، أنا سبع البرومبا، يعني أنا عملت هيك وعملت هيك وعملت هيك. ليش؟ طيب هل الفكر هذا، هالثقافة، هالفهم هذا إجا من فراغ؟ كل تأكيد لا. يعني محمد كان يتفاخر إنه معدي على 9 نسوان في ليلة واحدة. يعني حديث كم مرة بتعمل؟ صدقوني هاي ما موجودة غير عند المسلمين والعرب، ما موجود. إنه يعني أنا ما شفت إنجليزي أو يوناني أو فرنسي بيجي يقول لك والله أنا عملت 7 مرات، ولا عملت 10 مرات، ولا عملت اليوم 3 مرات، ولا ما في هالحديث هذا لا يطرح. يعني شو
انا انسان اصلا ما بيحكوا فيها، ما حدا بيحكي بها الموضوع هذا غير العرب، يتفاخرون انه عملت انا كذا مره اليوم، كذا مره انا عملت جنسيا اليوم. هل اتى من فراغ؟ محمد هو القدوه الحسنه، عدى على 9 نساء في غسل واحد، واذا كانوا 13 حسب الاقوال ب 13 واحده في غسل واحد، واذا كانوا 11 حسب الاقوال كمان عدى عليهم 11 مره. يعني تصوروا الانسان هذا داخل من غرفه لغرفه ويتباهون بهالشيء هذا، ف يعني شيء طبيعي. القطيع اللي من قاد وراء القدوة الحسنة راح تكون هيك أخلاقه. يعني لما مثل ما كنا عم نحكي مع أخ جانو، إنه لما بيطلع الشاب أو الرجل المسلم يبيح لنفسه كل شيء كل شيء، وبكون أخته حيطة وقافل عليها لأجل ابتسامة ممكن يقتل أخته. يعني إذا أخته شافها مبتسمة لواحد من الأشخاص ممكن يقتلها. يعني هاي هي ثقافتنا، هاي هذا هاي يعني الإرهاب فينا فينا. يعني هلا مثلا بسوريا حكم حزب البعث، طبعا هو حزب البعث هو عربي اشتراكي، يعني من هالعروبة النجسة كمان، بس على أساس قدام الغرب إنه نحن علمانيين، طبق شيء بسيط، جزء بسيط من العلمانية شكلي، هو شكلي لا أكثر ولا أقل. رغم ذلك يعني العالم سكتت من قوة المخابرات والضغط وشيء، العالم سكتت وما بقى يعني تنحرف مثل ما بقولوا. على قولة هذا الدجال عدنان إبراهيم، يا رجل لما قامت من عندهم سلطة رأينا وحوشا صاروا يأكلوا لحوم بعضهم. هدول نحن، هدول هاي الثقافة اللي ورثناها من وراء الإسلام. الإسلام دخل تغلغل حتى في 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 مصطلحات كلامنا، حتى لما نحكي مع نفسنا، واحد بيحكي مع نفسه بيكون الله موجود، محمد موجود، بطيخه موجود، كله موجود. ف يعني النتيجة هي شايفين، النتيجة شايفين هالبلدان هاي، شايفين هالحروب هاي، شايفين الأخلاق الإسلامية بين هالبشر هدول. اللي بيجيك لاجئ بكون هربان من الموت، هربان من الجوع، من الخوف ديبحوا عيني. أول ما بيدخل على دخلوا على ألمانيا جنبون جماعة حطوهم بيوتهم جماعة حطوهم، أول ما شيء نط على مرته، أول ما هيك فنش نط على مرته. يعني شوفوا الندالة والوطاوة عدم الوفاء. يعني ما هو شو بصراحة المصطلحات تنتهي قدام هلا هالحسالة. لك التعليق أخي أحمد، تفضل. يقول لك شو ما يقول لك، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المسلم الغريب بي يعني يسوي كل ال مثل ما يسموه سبعة وذمتها، تسموها أنتو الخمسة ولا سبعة وذمتها؟ يعمل السبعة وذمتها. يسوي كل شيء بلاوي، بس لما يجيب الإسلام يوقف لك شامي خن ويدافع عنه. تروح طبقه وعليه روح دافع عنه، أنت ما تعرف عن دينك أي شيء، بس تعرف الظواهر، يعني ما تعرف لب الدين وأساس الدين، وبعدين تجي تدافع عن الدين. هو أصلا خاوي، من أصل خاوي، يعني مثل شلون المنظر الجميل من برا، الشجرة تشوفها شكد حلوة بس من جوا تصير فارغة كلها فراغ. والشيوخ يطلعون، الشيوخ الكبار يفتخرون بالرجولة محمد ورجولتهم، ولأنه هذا يشوف أنه اهتمامهم الأهم شيء التفكير بالعضو الذكري والمرأة وشكد عنده قوة وشكد يقدر يسوي. ودائما تشوفهم الشيوخ يفتخرون، رسولنا كان فحلا وكان فحلا، عقل ما عنده شيء في حشاكم. الزمان همينا الزمان مسوي 12 13 مره حكمة، كان فحلا وبقوة 500 حصان، يعني ياخذ الكفيت، ياخذ الكفيت هذا كفيت
القواد كان يحضر لي اياه، القواد جبريل كان يحضر لي اياه. احكي لنا احكي لنا اصل الكفيت يا احمد. هذا الكفيت على اساس كان يقول محمد اني قوتي كانت طبيعيه مثل البشر. في يوم اجى جبريل علي ونزل لي صحن سماه هو الكفيت، يعني هاي البياقرا على اساس بياقرا بياقرا القبل يعني. من ذاك الوقت صار عندي قوه 40 رجل 40 حصان، صار عنده قوه 40 زمال يعني. من ذاك اليوم صار عنده قوه 40 زمال وصار يرجع براحته. واصلا لما يقول حتى لما يقول راح على 9 نساء بليله واحده، طبعا انا ما صدق الحكي هذا. منو قال؟ احنا كنا بنصهم قاعدين لما دخل على زوجاته، يمكن راح سلم عليه وراح. قبل الحين نشوفه شلون ينام وياهم. اكيد اكيد الصحابه جماعته كانوا حاطين نواظير وعم بيراقبوا له محمد كيف دخل وكيف دخل المرود بالمكحله. انا راح اصدق اذا اجى هنا وصورناه فيديو ونشوف صحيح يسوي هالشيء. ولازم لازم ما يقذف بيا، لازم يخذف برا. يعني اعذرونا من هاي الالفاظ. حبيبي الالفاظ الاسلاميه تقول اكثر من لا هاي. لا انا بقول لك شلون يعني نكون واقعيين. هلا كلياتنا شايفين افلام البورنو هذا، يعني ما بتلاقي مثلا مجموعه كامله على شخص معين واحد، يعني كان مثلا ذكر مع مجموعة إناث أو أنثى مع مجموعة ذكور. هذا أنا متأكد جاي معهم كلهم بغرفة واحدة ونازل الزلم من واحدة لوحدة، ما في غير هيك، ما في غير الحل يعني. بس مو كل واحد يحطها بغرفة أو يحطها ببيت لحالة ورايح من بيت لبيت، لا أظن جاي معهم جمعة هيك ويلا زلمة. يعني هذا عجاز علمي بصراحة، بس عجاز علمي هذا بده بقالون النجار، عجاز علمي رسولكم تنبأ بأفلام البورنو منذ 1400 عام. عجاز الرسول في نكح المؤمنات. يعني أعرف شو تسعة، يعني 1 2 3 4 ممكن، بس يقول لك 9 يعني هاي اكمالها بليله واحده، مو يقول باسبوع يعني ليله واحده سواها. انا طبعا ما اصدقه، وحتى لو سواه الزمال يسوي اكثر منه. للاسف الشديد يعني الشعب عقوله يعني تصور فضائيات مدفوع عليها بلاوي زرقاء مثل ما بقول، موجه لملايين الناس، يجوا يحكوا فيها هيك حكي نبينا بقوة 400 حصان وما بعرف شو الحكي هذا، ونبينا من وحدة لوحدة لك تضربوا انتو نبيكم. ايش هالنبي هذا اللي شغلته بس من مرة لمرة من مرة لمرة؟ لك انتو ما بتفكروا، لك ما بتفكروا يا مسلمين ما بتفكروا يعني. تصور تفضل بدي اقول لك على حادثة صارت بي. كنا بالعسكرية يعني كنت عسكري، فالمرة تعرف احنا بالعسكرية قاعدين وما عندنا شغل عمل، شفنا يعني حشاك حمار وحمارة نط عليها يمكن خلال نص ساعة 11 مرة نط عليها. لعد هذا هم أنا يوحى إليه، فدام مثل محمد يكون نبي مثله يعني. لا يكون متشابهين، هذا حكمة لا يكون هذا يعني عفور هذول. نعم ليكون عم بيحكوا على يعفور مو على محمد. اي طبعا لا يعفور لا يحب النساء، مو قال لك سأل يعفور قال انت حب النساء يا انت حاكي يا انت حب النساء يا يعفور، قال له لا لا. المهم يعني هذا نط على الحمار 11 مره، اذا هو من لازم يوحى اليه يكون نبي، لازم مثل محمد يعني واكثر من محمد. محمد سواها بليلة كاملة، بس هذا سواها خلال نص ساعة، هاي بعيني شفتها أنا. يا حبيبي ألا تعلم أن كل الحمير أنبياء، قصدي كل الأنبياء حمير، يعني يعني الأنبياء لو ما هو حمار
ما كان يعني نزل عليه الوحي اصلا، ما بنزل الوحي الا على الحمير. اخ لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك جبريل بلكي بعث لنا كفيت اذا يعني نشوف بيش يبيعوا حتى ناخذه. حنعمل ما عندك اتصالات مع جبريل يبعث لنا شويه كفيت؟ والله بصراحة أنا من وقت ما اعتنقت دين جلدة الحنفية وأنا متطهر دائما بالماء، يعني على طول نازل غرقان لشوشتي يعني مع جلدة الحنفية. فهل قازورات محمد أنا نسيته من زمان يعني. نسأل رسولنا رسول جلدة الحنفية جورج بكي عند اتصالات ويا جبريل يعني يشوف اللي يدزلنا شوية كفيت يعني. البركة بكفيت الكفار يعني، حبتين فياجرا وخلصت الحكاية يعني. مش هو الشغل العظيم، هو محمد لو كان عايش على أيام الفيزون وأيام الفياجرا هذا كان سوى بلاوي بصراحة، كان ما عاف واحدة من خيره يعني أو من شره بالأحرى للأسف الشديد. على كل اصدقائي يعني، نحن بس حبينا نمزح ونحكي بالاخر بس مشان نشوف هالقدسيه هي المسلمين حاطين على محمد وعلى القران وعلى الاسلام هذا، يعني هالاسلام اللي شفنا منه البلاوي، خرب لنا اوطاننا كله من وراء شيعة سني علوي بطيخي وكل هالخزعبلات والترهات هي. فبتمنى منكم الأصدقائنا الملحدين تستهزئوا قد ما بتقدروا بهالدين هذا القذر، لأنه هذا ما راح يجي إلا بالسخرية منه. بالعقل مستحيل نقدر، يعني ممكن، أنا ما عم بقول مستحيل إلى أبعد الحدود مع كل الناس، لكن أعداد الناس اللي ممكن تتكلمها بالعقل قليلة جدا صدقوني، يعني من المسلمين 10% ممكن تكلموا بالعقل، ولكن 90% بدك تستهزئ من دينهم، من نبيهم القذر هذا، من نبيهم النجس الإرهابي هذا، حتى يبدأ يفكر يعطي لعقله مجال انه يفكر انه ليش الناس عم تستهزئ فيه، والله اللي بذاته قايل له ان كفيناك المستهزئين، ونحن عم نستهزئ. قلت أخونا أحمد حرقان، هو إحنا بنعمل إيه سبحانك؟ فأرجوكم أصدقائي، أرجوكم استهزوا قد ما بتقدروا بهالنجاسة هاي، حتى ننقذ هالعالم هاي من هالحروب هاي. صدقوني هي يعني الجرح الوحيد اللي موجود داخلنا هالحروب هاي، لولا أنه هالحروب أو المسلمين يعني سبب الحروب الإسلام وخلي المسلمين يتحاربوا، بطيخ يكسر بعضه، خلي تموا يعبدوا الحجر ويطوبزوا وينطوا ويشطوا لا يقولوا حاجة، ما بتفرق معنا. ولكن المشكلة إنه خرب الأوطاننا، خرب بيوتنا، خرب عقول شبابنا، خرب كل شيء في جميل في الحياة هاي. فسبب هالحروب هاي هو الإسلام. فخلونا نستهزئ ونستهزئ حتى نسقط القدسية من عقول المسلمين قد ما بنقدر نوصل صوتنا لهالناس هاي. وخلينا نستهزئ، أول مرة المسلم راح يقول لك هل ابن الفلان وهل ابن العلان وهل ابن والسباب بنعرفه، ولكن بعد أسبوع أسبوعين راح يرجع يسمع ويرجع يفكر، وبالنهاية العقل هو المنتصر، لأنه العقل موجود عند كل البشر عند كل الناس ويعمل بطريقة واحدة. الوسواس الخناس هو نداء العقل، لأن المسلمين بيقولوا وسواس خناس، ولكن هو نداء العقل نداء المنطق، بالنهاية راح ينتصر. طيب أخي حكمة، كلمة أخيرة بتحب تقولها بالبرنامج قبل ما يعني أنا نفس الشيء أقول مثلك، إنه بالأخير إحنا كلامنا كلام قاسي مع الأسف، هذا ردنا نشرح الواقع، جرحنا آذان المسيحيين بهذا الكلام، يعني الظلم اللي كانوا مسوي عليهم الإسلام لما كان يدخل مناطقهم، والكلام الإرهاب اللي حكينا به
هالاشياء كلها حاولنا ننظف الجو بالاخر ونضحك حتى ننسيكم يعني اشياء اللي سمعتوها من عندنا. يعني اتمنى المسلمين يفكرون ويتاكدون انه هذا الدين دين ارهاب وبالدلائل من ابن كثير والبخاري ومسلم موجود كله، واللي جوي وراء محمد نفس الشيء تبعه نهجه وزيد وعلي أمينة اكثر واكثر. فاتمنى يفكرون ويحكمون عقلهم ويدرسون الدين ويشيلون القدسية عنا قبل ما يدرسوا، لأنه إذا بقوا محتفظين بالقدسية وبالعاطفة ما راح يطلعوا من هذا الدين إلا إذا حيدوا عاطفتهم. إذا حيدوا عاطفتهم وفكروا بالدليل والبرهان راح يتركوا هذا الدين، ونتمنى لهم في ركب الإنساني. شكرا جزيلا. شكرا لك حكمات، وشكرا لكم أصدقائي طبعا. ومثل ما قلنا يعني يا ريت، أنا بتمنى منكم شاركوا الفيديو ليصل أكبر عدد ممكن من الأصدقاء، من الناس، من المسلمين، حتى نبدأ نفكر، حتى نقدر نستوعب المرحلة. بصراحة نحن في آخر الأمم، في الحضيض إلى أبعد الحدود، لذلك جرحنا عميق، جرحنا يعني عميق إلى أبعد الحدود. لذلك نحن عم نصرخ، ما عم نحكي، نحن عم نصرخ يا جماعة استيقظوا، الماء عم تمر من تحتنا، يعني استيقظوا، حاج كفاية بقى. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا، باي باي.